بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيلة وبغل كنتري سديدة كميدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وحين كسو جر كتاب الحج، باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وحبابي هاي في الوقوف، في وقوف عرفة، عرفة استاقي ذا هي أصل كيسية، وقوله تعالى إله هذا الكيسية ها: ثم أفيضوا كبتاع وكدقاقا من حيث أفاض الناس تطم بشي كدقاقا وعرفة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش، قريش وحي أهي يومن دولك دانا كدين لكتب دينها دين تيده، يقفون كوي تشوكسدو استغايه مالك السقالات بالمزدلفة، مزدلفة جوكسن شيرين مالك السقالات ومدو عرفة تاغنت هاي يبنكا يبورت اللي شوكو يأي أيهو قريش يوحي كدين وحي استاغي شيرين ويكو عرفي سنجرين مزدلفة ميش اللي داد. وكانوا يصمون وحلقون مقا عابج الحمسة نمنك أصل رعاب الأورنجري، الحمسة جمع أحمس، أحمس كنو وقف كدين كيسا كود لقن روح متطرف كأضو تقانان أما أسولي اللي داما أصل رعا أما ميل كأضاق أما مركو دقا وحد أضو تقانان أي حمسي اللي دا هذا. طيب التشدد وتصلب في الدين با حمسي اللي دا هذا. وكانوا يصمون وحلقوا مقعاب جري عند العرب الحمسة لرنج قريشي وحي قريش دين تيدا كدين لكته يعني وحيد عليهم ويدات كي يبتقوا أهايين أي جوار قريش هذا الشيء قبائل كنوع عاصة قريش بكباب هايين أحكام جونين أوي سمايستون ولا هايين ويكم بتهاي معلمها من اللي تشوجو إن إيشن طلع لي ما يسنو مال هو سي هرع من أيشن قالين قرحة سي تجنان شرين هذا مركز صور نقطة أن قريه هذا دبر كذن بيك سوقي شرين يضع ذا الباب ذا كمان سوقي شرين هولا بضم بيكو يي كجدو أنا العرب تكلوا إلى يمان نور هرد دينات بناي ضد كمل لمد منهم بيرن شرين. وكان سائر العرب عربت انت ذكرنا يقفون وحيجوكسن جنان بعرفة، فلما جاء الإسلام، إسلام مركو يميد أمر الله النبي إله النبي جيس وحوفري أن يأتي عرفات إنو اتقو هلك عرفة اتقو وفيقف بها يدو اتقو دو سمزدلفة كل حنين، ثم انت أكد من يفيض منها ومزدلفة عرفة كسور دقاقه، فذلك قوله تعالى إن عرف الله استاقو إن مزدلفة الله استاقو مالك السقالات وقبل مركو دعانا لقصوا دقاق عرف ومزدلفة بإنك الله بريانا قوله تعالى ثم انت كذب أفيضوا كبتاع من حيث أفاض الناس دقم ماشي كدقاقة الناس كان نبي الله آدم بلغة والليلي ما هي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأصغونا سايلي ترين والليلي ومضى انت ذاك لعام كان اللوجي ذا الإفاضة أصل كذو والتفرق في كثرة وإن لدقاقه أيضا أدلو بدن ياهي هل مرئن شقع الليلة تكون أدلو بدن بالليلة هذا من إفاضة الماء بيها مركي بتعان وكلب بتع أساسا لو ضد بدن بإلا المشا كالدقاقة يسكوكو إيمان إياه آياد سياق قرآن كما كانت في رسو وحيود دو ذهي آياد سياق يدو سيدة يقرش آمن سنيد إن آياد تلماميس فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفض الناس. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ومزدلفة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين محد بيال ثم أفضوا من حيث أفض الناس. ظاهر الكتاب وموافق لعمل قريش لكن أسنة النبوية عضي سوحة ثم ذا الله قوضه وأدو إلى هذا تذكر وناقسا واحتر واحتر أحسن إلى الكرماء والعلماء ثم لا تعطي بخيلا ثم مربح كنت ماذا إن شيء هو قل لي جيس اللوتشيد ترتيب على التراخي قد مر جرتين من ربي كان لي حتى يو لقوضا كيف ركون قونا يوحلوج. فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ما كان عرف كذا قضى إله حسان لا يري حسك مركل الله شيء كذب أي وحال لي حقيقة بتاع عيسان لم يشي مش لقى دقاق هاي وضدك قريش كذا دقاق سلامة المام وحال لي ثم أفيضوا ضد قريش تهين هي عربتك لا يا قريش كدين تأبى من حيث أفض الناس. السنة النبوية عضي سوف سرتي
وظاهر الكتاب يسياق سيدا لقفها ميكالا حطي نبي قال هذا اللغو سودة جي قرآن كن أمد أفسره فانسيه سنضع عضي سيساسوي أمد صحابه مقاب كاسي أفهمين. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة وحورة ومركة وذاتك أبو معاوية إن لغو متابعين وكو عضيه في هشام عن نبي قال كانت العرب عرب حي هاي تطوف بالبيت عراتا بيتك كود وافي جرت أيوه قاقاوان ومريا قعانه حديث قال لفظ قهر وحاكوه رواية ظهر وحاكوه جرى قفه وحو أسوه التزامي أو دين كدك تدين بالورنا لغة وعرفا لكن هو دين باطلة. كانت قريش ومن دان دينها بالي ومن دان دينها وذا دي كتب قريش ويدي الديمقراطية والدين وذا دي ما يدين لما ديكرو يعني لغانا ما يقانان عرفنا ما يقانان شرعنا ما يقانان روحه وحو التزامه يا ورقن وكدك تو الدين تيس هذا كدين دكتي او اما الله غو دوانيا اما ادم اسكغا غداهيا اما مصلحيه دن او اركا وخي مركا اددو اس لازميسو اد كو دقنتي جوجتيسو دين بو كو نقونيا مركا اما دين حقا نقدو اما مد باطل ها نقدو عرب حي تطوف بالبيت عراتا يو قاوم بكو دواف جنين بيت الا الحمص قريش ايو انت الرعسن مويه والحمص قريش وي وما ولدت عدي دشي قريش ضد قبائل كدشي ايغا ربتو اهايين وي كانوا يطوفون عراتا اي أيوة وقاوم بطواف الجرين ضد عربت كلا الا ان تعطيهم الحمص قريش اني سي سبب وي ثياب دار اي كدوافا فيعطي الرجال الرجال رقا قريشيت رقا كلي عربيد سو دوافي حج كيميد اما بيت كيميد بي دار اي كدوافان سين جرين والنساء النساء دمر قريشيد انت لها الماشنا دركو حيسين جرين دمر كورك إماد كي مرك عربيد ربا إني ضوافا وكانت الحمص قريشي انت لها الماشا وحيا يعني لا يخرجون من المزدلفة من المزدلفة لركي كي مادين يكسو حجين أما يكسو عمريستين ما يسن كود وافتين عربتك كالي محايا لدار يكسو دنبابين بيوارك هايين إلهي بيت كي سلمتك كران كمان ضوافي كران لار يكون دنبابين أو يكون مع سيستنا وبين كل شيء أنا محران يردان تقطهم مركا ويسكدي جيرين مركا قرابة يكون ين قريش أما بيت كدك تشوفه أيام مريا يكون ضوافان سين جيرين هدي ويان عند مرس هيسا مرضو كوي يمد بكو ضواف جيري كدي من مركو ضواف كده ما يوالا ويتور جيرين اللقب أنا لورنج مرضا أيضا وحق قادن أسوق قادن ما هي قريش قادن ميسو سراف اللوغو قادا يلوغو يستيقو كودم يمرضا كودم ما نيس مركم مرضو كيميت هدي اللوب بدل وحو قد أغاف الله سيو تيسي بنتو ميالي كتو تنحي اللوكو دوا فجر هدو مريسا وسن كم مار مينينا انتو اسقاويو يواسو قاوا دوا فجر رق يدو مربا هدي لكن وطل هلو مرسيانا مراسو قد أغاف هدو مطلوايانا لما بدون بدور لينو اسقاويو ومريس هذا وديبو قاتو يونو ايد انتو قد أغافو مركو دوا فكر دمائيو او تورو او رافك لغو قادو برطا ان لغا قادين دواف ميشو كود مي يكو تورا هيا سوو قانون بنان كو بحميراس ومراكا قادنا بساس يكو تك هاي يلي مرادا سو وحيو دان كو هاري بأمزين هاي دن بيقو دان باكو هاري مركا هلكا هاتالو لما قادن جيري مركا وحا قادن متجرو لما حيران ايو قريش قادن ميسو عرب كلا قادم مايو كي توري قادم مايو سيدون حولوه ايو استاغن عام الله دو ارنوه يسا عام الرافك اللوغو دو كود مان هاي بغان كاسا الى هاي وهذا اللي ته وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة ريح حمصنا وحيا هايين لمن أنكبح المزدلفة قريشي انت لها الماش إلا المزدلفة حرم ككتر سنتا عرفنا وخارج الحرم وكان الناس كلهم دقوا حيا انت وذاك العرب عن قريش كان هاين كلهم لما انتود يبلغون عرفات بيقاري جرين استاقي جرين قال هشام حرف حدثني أبي أباه عروة وحيشي عن عائشة يكتبي قالت الحمص هم الذين أنزل الله فيهم قريش انت لها الماش وكو ربك سود ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس حرم كي إله دكي شوي بأن انت تكد إيسان أمد الراعو عرفتك كان سبتاع أمد أصدق حكم تيني قال وحجر كان الناس يفيضون من عرفات ومضى انت ذاك عرفك اشتاق جنا كان سو بتاع جنا قلبك سقالات وكان الحمص يفيضون من المزدلفه حمص او قريش انت دلين
مزدلفة يجو كسر دقائق ترى حاجة من قصة هذه ترى يقولون وحورن ترى مركا قريش يكون عدور دارا لا نفيض إلا من الحرب نيو والله بو أما الدين بدلا أما وحون كرقان دكتا عدور دار يقيل بوشكتا الإمام اسمه ابن عيينة أي كشك يي وحكوك اللي في قريش إني عرفتك ويان ومزدلفة مالك سكالة تشوغان ويهبين كابريان أرور الدنبر هل كاي كسر دقائق وحوري والأحمس الشديد في دينه وفي من عيان مكعدي كورني رئيس وين قارد دوننا لكن لفظ قاسوه ملها مسلم وريه وكانت قريش تسمى الحمسة وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم أو من الحرم لابد ولا إشقادية شيطان بأنتو بوب صدي أو قشين صدو الدقوم يستيو حكويلي إذن كن ريح حرم باتهين ريح مكاتهين عربتك لو حيدن كن حرميسا إن هذا حرميين تهين حتى الحرم ككب حضان وعرفتك تان وبرنان كوب حضان أدوي نيسان ميلان حرم أن أهين واجد محايدا فوضيسا وإذن قشين سان عربتك لي وحرم كين لوينين مهيو مركان سان عربتك لهذا قوبك لحرميسان أيسان حرمك أفوضيسان حرمك أكب حنا تدحجين إيسان حرمك أكب حنا مالك لها وينينينا مالان أهين حرمكين أو عرفاء عرفاء داد وين إيسان وحد بهد إيسان والقيمة دمتك سمين إيسان حرمكين عربنا واجد دنبي ويقورسان درجت إني يشرفتين هل كاسو شيدان أقلي شيدان مبارتها أقول أحفريست مركل اللي يري كتاب الدين كما القاتون إسلامتان وحيدة هذه هذا الدين كراعنا إيه إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا إلى محور الدبال لما ومكو كور رمي أولم نمكن لهم حرما آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أيوه قالوا مشركين يا إلهي الدفاعي وأبرها كدفاع الشبيي وطير الأبابيل لوسي الداي ما يقوم إلهي أوه قان سمي مسلمين نقض أهل التوحيد نقضي أي إلهي الدفاع وأيا إذنكم مشركين ربي إذن دفاعي إن مركض أبرها إسكعلون ويدين أتر هذا بيت كان ربي وأسكال إلى شني العررتين بيت كي دفاعي قال يا شبي علكي عرب ورنس ومري إن توصن عكيم قبيل كوري استعيب ورنوك لقاي إن مرداش إذنكم مري كالعررتين يا إذن دفاعي الله مركض دينك سقالتان كورما وطبالي وعيد هذا الدين ترى عنه هي وانا ربوب سن هيا وانا الضفي ان الله اركم ما هي قرقر كسر نو قادي الى محورا ولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء يعني هو عقلك دنبا و هو شقين يا عكس وكو هدا امن سن اسلامك شيكتي امن سن كتابك ربك اي دين تا دي لو دقم ان لا بربري ولا بابي ولا دقم انه ميديره لا اسكو دخلي هذه الدستور يبين الكل لقاتنا النبض يعان لجهلي ما عاد كايسان لحدا سناد وديني ما عاد كفاية الدين كون سقال بقول يصدن كإلى هذا حكم جاهل قال إذا كنت تكتب برتقيسي إنجليزي جرمني إيطالياني إذا هجاجيين بده يسين ما عاد كايسان واحد كفاية الدين ما دي شيء كرتاد هل ما أنا هدي كتاب الرب اللي نقول حكمنا واتكشف كان يسون وناجيس لحد بقول هذا محاكم تبقى كايسان لحد بلود محاكمت مركو وعقل معقوس كون يقدم حيدة دين لا أنب وحكد جين إنه كوب إنه كوب كبر روبيان وكو خير هيا حيدة حرم قد تكب حضان وماشي نبي رحم استاجي تري إيه آدم استاجي أنب استاجي إيه عرب دين وهذا تكتان وحاس دم هيا حرم دين يا عظمة يا شرف يا مجع كل حلايدين عرب كذا دعيني وذا دو شدم سوقي حق هذا أبارتو عضيسو برشدة كاكلا ياعي برشدة انكو قولي شهدا بلغوشو مهايو سلام في علاقات قادم هايو أو شو بقات كانيس ترتيب ومدى كمان ناس اللي باس لحظة كجر طولك هاي كبتابة هاي لحظة اللي كجر شهدان ميلو كوسو يستوى حريف دور كونو سنة سوچري أبهن آدم إلى يوم هذا اللي بقى دور مليون وصنو سوچري مركوا خبير اكس باطو سيدة دوت كله في سادية يقان ميلو كوكا لواي مهايو اسكي إلالي بالكاس إلا إذا كقبته وحوري عايشة وحيدون وحيتر وكان كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمص يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم حرم كوحان كأهين من كآذمين فلما نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا عرب حيء الله بطيء قريش يحمص
إلى عرفات بيقول الله بتأمر ربي جيبا يمتكي ديدان هاد سيفتا كأديجي موت كجاردين هيا اللي ان دد كان بن ادم كما رب ضمن الهي كعب صدق يبر يلو كريم هاي سلف وحده ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران اود من لا تري يا دولته وحا لو دبلو لو عليا وحان كتاب القران لو علين كريم وصمن وحده كتاب ربي ايه ديدي باكادك وكتاب انت الله هيم كيك الله يا كتاب قران انت الله هين ايات ذات دلواده اسك دقاق نينك دا ودو هين كديده ودي يلي ماي ورحقي واك قرانك شيغي سي كوسين ماي واسك دقاق تبرنو ما هيسيد كتاب يكو قبل ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران وين كتابك او هلو اود ما لا ترو اسك او اديكته جابر محولي ان الله ان رسول امرنا ان نضرب بهذا من خالف هذا سيف ويستيب صوفي يقول النبي يقول نفري سيف تنا كو غرعنو نيك خلافه مصحف كان سيف وين هو ادكتو يا اود ملته وين هو ادكت كتاب ربي بلدونيا اذا هدي شرعي باي من النبي محمد با تلنا قال واجبتي اذا وان امر كربي لقاته ثم افضوا من حيث افاض الناس مسعون انا وحنا هي حراميين كبحي مينو حرم كعرف ادم مينو ومركز ادوغ الشيطان كو تلناي لكن مركو كتاب كو تلني اما وحد كو قادان طوعا اما وحد كو قاداني كرها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعم الناقد وقال جميعا وسوى ولدها لبدا علي بن عيينه سفيان قال عمرو وحوجيري الناقد اسوى عن مره هنا حدثنا سفيان بن عيينه تبودي عم الناقد عن عمرو انه دينار المكي الجمحي سمع وحوم مغلي عمرو محمد بن جبير بن مطعم بن مغلي يحدث عن ابي جبير بن مطعم قال وحول السحابي قاس أضلت بعيرا لي وحان دميو إغفا كذا رتئان لها أما نيف قيلون لها أضلت وحان دميو بعيرا لي نيف قيلون لها يوم عرف في رواية حدث كوليه ما نينك عرف قل لي هذا أي نيف قيل إغفا كذا إغفا ديوب فذهبت وأنت أطلبه يوم عرفة وأن رقاقي أنا رادين أيوه بادي قوبة هي ما نينك عرف قل لي رتئي فرأيت رسول الله رسولك إلهي بان أركيه واقفا تاغا مع الناس دتك لجيرن كذا بعرفة تاغا رسول الله قرشي او حرمي او ربني هاشم او ان عبد المطلب او عربتك لو عرف لتاغا مال الحجه ايام كصوب يعني لكل ما يقول جبير رسول مال كان محجنين المطعم وفي الجاهليه وقبل ان يسلم صحابك انتم اسلامك وروي نبي محمد مركب ضدك لتاغا باركي بعرفه على جمل له الروايه حدثك وليا رتو النبي والهاب وصار مركب وكحجنيه وعرف النبي وكتاغنا توفيقا من الله له بسحاب الرواية كالكوية وحدي كولاه إلهي بوافجي تلكي محقين فرديان مالنكاس تلكي وحي دومين مزدلف دومين نبي وانو حور راعي عربت كالرع عرفوا التاقين رتي الله بكو التاقين توفيقا له من الله وافجين ربك وافجي أهيد فقلت وحان إسلامه رتي يتبادي قوبة هيا والله الله أنكو دارت إن هذا ننكا نبي كان تاقن ونبي محمد بوجه دهدي ننكا تاقن عرفة لا من الحمص قريش بكتر سيء وين قريش وين عبد الله بن دلبوي محمد ايشن كان فما شانه ها هنا هو شو سمحيت ايشن وكاي مع لو يقان ومسلمه ومعلوم من دين قريش ضروره من دين قريش هو معلوم ضروره ان منك قريش او استاغو مزدلفه في يوم عرفه امتك اي تكتو عرفه نبي محمد امتك الراعي وكانت قريش تعد من الحمص قريش نوحا لو ترين جري ولو حساب جري قليها دين تكون دقن انيين هذا كان ضمير وكانت قريش تعد من الحمص ابن عيينه اسكله ومن كلام ابن عيينه ماها من قول السحابي ماها هذا كان ضمير روايه حميد بعد في مسنده شنبق الكنتن يا سقال حميدي واسنى رواد حديث قاتل كمل سفيان ايا اسوع كالاساري لفظك سحابي ايو لفظك أرضك صفيان ورنتي سمك حديثك ورن هيا رواك حديثك أولي هاي فما شأنه ها هنا ما شاء وحكو يمد فما له خرج من الحرم فما له خرج من الحرم حكو دعيو ومحمد أغسى وبحي حرمك ومزدلف أغسى وبحو عرفه يمد رواك حديثك أولي وحي عديس فلما أسلمت مركان إسلامي كذب عرفت أن الله وفقه لذلك مركان إسلامي كذب بان قرتيب النبي في الجاهلية
قبل الهجرة حجك وحجيي أمدك إن راعي أو خلافي بدعوينك قرشين وكل لحظي وافجر ربي إنا هيدنا هلك مركز أنقرتيبه مركز حديث كما نجها بني وصوت المان في ساحل البغار وأصنا كون يمد وما كان قال لإني نبقي إنه حجي قبل الهجرة حجتي إنه حجي أما هل حج قبل إنه حجيي حديث كان سومر ينوي إذن هوش أصل أطهاي آياد وحيكا الله إذا مسلمين توردن بقريش غير كود بإن لقى ربه إني عرفه استغان في يوم في اليوم التاسع وحيكوه ري عرفين لخلافة آنا ومزدلفة لجوكسدنا ودين جاهلية قريشيات ومحرفة وحيابي كبدلين دين إبراهيم حجكو وحيابي إلاليين بكتر بقايا دين إبراهيم وحيابي دورين آدوا إلاليين بحجكو مدها ومع ذلك انت بعقليين يحد قدب أقيزتين وحكمتها دئيذ وقاوين لقضواف إلينا خذوا زينتكم عند كل مسجد بكير والله دي مركز دي إنسانا سوقنا إن قل إن الله لا يأمر بالفحشاء بالغير ما إلهي بحماني إذا بدر إذا فرها وإذا بدر انتينه إذن وحاصل أنه بدع خرافات الدين الآن ينتهي قليين بهذا عبادة الدين كدقين باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام باب كنت قلت إمامك خلاف كصحابة رحم مري بعد حجة الوداع حج كسكوتس ككذب صحابة سيسكم مع النافين أيوه ربائنه إمامكم ماشان كفا فاهيه ما كلا صوخ ولا سي سيدنا عمر إيه راك يكون راعي عثمان وكمدها إيه معاوية جدا بكون راعي إيه عبد الله بن الزبير صومر ردودي أحمر تأسي عبد الله بن عباس إيه وحين مرين ويدا هذين موانا كسنو أما هو اللقى في عين يهي أما على أقل التقدير هو اللقى في البدن يهي هل سنقذه إن العمر يسوط الحجده إيقاع عمرة وحجة في عام واحد بيكراه يستيد مدول بصفر قونية إذا سنة قونية إن لغيه أي مركة مرة هي حج السنة كلا بقر لمسوا علين كارو سنة البوها المر عمرنا واسدها سوكالي مركة لاك حج عمر إن في سنة واحدة لابي يطوم بقدوث أي دعان بيهور تأمرا بكا قبيل وحواغسي الدراء ويكسي فقاين عمر يا أصحاب تيسو إن العمره هور مرسطه عمرين هور مرسطه كدي من حج أتقدم بيزيزه في أشهر الحج تلقى عدمة إلى الحج العمر يسطه أما هذه الحج عمر يسطه لحد هذه أما الشوال العمر يسطه كدي من حج أتقدم بيزيزه هنا بلا حجك قده هذا عمر الله هور مريه كدي من حج قدام بيه وين بصلاه وأنا قلت سمر رسول ورنا سيدنا عمر حديث جابر كلا جوي وكلا صار عمر ديني حجكنا فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أصوم مرة ثم قرن إزان ندول بإسكي درجة صدح هذا وقص الدرن وفسخ العمر حج إلى العمرة إن أنت الحج صوحرته مركز هدي ويده حجك آت فسخته العمر أبدشوا عمرة عمل كذا أتكحل على وده كدمنا آت حج حرط مالك سدد يوم تروية وسيد النبي قص حبضة إيلاني حجة الوداع إيلان وحيان هدي ودين عاش سيدي يا شيخ صحابه ربنا ينوي صدح لا تلعبوا انتم عمر وادي دنا كو ان عمري حج لا دحدغو سند غدهي سند غدهي وهو عمره ها دحدبا بيلي حج كميلان كان ها دحدو 12 بلد غدهود ان عمره يسو تحقن حج دو وادي دنا ينه وا لغا فعن يورن جيد وها كلو كسي درن ان اد بلا حجك عمره هور مريسو كدبنا حجت كو حجيسو وها كسي درن ايغو اكتودا كفق هوش هيد فسخ الحج إلى عمرة حج أنت صوحرته هدي الآن مركات نقطه إن هذا فسخته والعمر أبدشه عمرة مركات كحل على عمل كذي كتبنا ما لقى سديدات أظهرته حج صدح ذات درجة سيدنا عمر وكمر مشري رغم ذنب قطع غيري صحابة المركة سنة كل اكتينا ونمرد ونعاو إن شاء الله تعالى اجتهاد بان أجي إمامك هوش أيضا وحكب قيم من باب سد درايع إن يعامضه أما ضدك أن مكستة يكون أفن واجد دنبو حج عمري كلا ساري ويان ويعماش كلا قران ويان ويقو الضمر كود أقل المونة إذا نظرنا ونحجنينا سيدي لقاشي نيكي باكستاني اللي نيكي مقعي مكي با اللي دابور هاي قرمو عوال قلال اللي حقيقو عوال قلال ما لنك عرف الله تقنب عوال قلال ما لنك عرف الله تقنب يو عوال قلال مركو مكي الحاج مكي با اللي دابور مركو عوهوي هولو بضبا اسكجرة مركا ولا سو كبقي سيدنا عمر نوال الشيء
حدثنا محمد يحيى بن المثنى وابن بشار بن دار قال ابن المثنى وحول حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا شعبه غندر وياده اخبرنا شعبه عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب البجلي الاحمصي عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس قال صحابي وحول قدمت على رسول الله رسول كلاه بن اسو قالي وهو منيخ اسوغ الرميي اما يهشيسي بالبطحاء دحد مكه وهذه محصب لورنجري اما بطحاء مكه لو يقاني نبي هلكا كفرتو دغن بان او امد بوري فقال لي وحيور صوبنه احججت يمن بن كيم عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري علي بن السعودي احججت مسوحج حج مسوحرتي فقلت نعم يا نبي الله فقال بما اهللت محط صحرت محط سني ستي ما كان حج خرنيس قلت لبيك باهلالك اهلال النبي لبيك اللهم باهلال كاهلال النبي والنبي الله صلى الله عليه وسلم اله وحان صوحدن وقست ان صوحدي حجك النبي محمد وكلا نبي حوري فقد احسنت واد وناجسي هذا اني اوسو دغستاي ودود كيو كلا سوخدت سيف عن باد يشي ضف بالبيت تعبد كو دواف وبالصفا والمروه لبدا بردخدن اورد واحل حلالو با ليلي هاي هدي موسى ودن اسو هدي موسى وانا حجكيزي وحالو فسخ لو بدلي عمره اما سيدنا علي وانه صوم مري حديث جابر اسو حجك هذا ودا ليلي ما هي وحو ودي هدي بو ودي قارن بو سدا كنقد قال ابو موسى الاشعري وحوري فطفت بالبيت وبالصفا والمروه كعبدنا وان كدوافي سعي بين الصفا والمروه وان سميي ثم اتيت امراه من بني قيس كتب حن اتغي هويني ري بني قيس وقبلي محرم كيس اهي قيس هو ابي عبد الله بن قيس وابو موسى قيس بن سليم بابي لا يدها قبر مركا ولا شيء اي اتغي مركا ففلد رأسي مضحي إيه فردايبو ففلد رأسي مضحي إيه فرد وإيشان ليس تمرديرون لهابا انت إما دايبا إيشان ليسو إيكلا بحسو إيه غاجس ثم أهللت بالحج حجبان حداي مالك الدنبي يوم تروية لقياري حج كي سهران محلو بدلي عمره عمره ديبو كحلالو بي كدمنا وإيشان ليسو وافر دي كدمنا مالك حج كالقاري بحج عصب حداي قال وحور السحابي أبو موسى الأشعري فكنت افتي به الناس سيدا نبي افري نبي يفتوضي بان امد افتوان جري خلافه ابي بكر ايه هرانتي خلافه سيدنا عمر با حتى كان في خلافه عمر اي في اخر خلافه عمر الى لقاري خلافه سيدنا عمر اخر كي دبا يا قدير فقال له رجل يا ابا موسى اسوغ مكه جوغا او فتوان هيو هوش نبي افتوضي نينكي عمر حج صوحي ان هدي ودين وحيو بدلي كرا حد كيس عمره عمره عماشة دي بالله إيمان كرا ومكو كحلا لوبانا حج بوحران كرا وسيدة أصم متمتع كون نغون كرا يفتوان جري خلافة سيدنا أبو بكر لابد الثانية بركي إلى هرانتي سيدنا عمر خلافة دي كدبنا أركتع يا كسو كرد سيدنا عمر فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس أما أبو موسى رويدك بعض فتياك ككاثال إلي فضوى أضوى دبركيت رويدك بعض فتياك بعض فتيا هي فتوى ولا بد ولا أخيا فتوى هي فتيا واسكمت فتوى أتشيجي سي أحكام تاد أخرنا يسكت جاب سال لي محي لي فإنك لا تدري ما أجد ما أحدث أمير المؤمنين ما أجد وح كسو كردي أمير المؤمنين في النصك حجك هولي س بعدك جلاشة ماشان تكف فتوانا يساي مدينة هوش كده على ورب وما يسكت جاب سال لي فقال أبو موسى الأشعري هاوشن وبصورة هاوش بوجوجي حرت اللي يكتب الله هذا أيها الناس دضو من كنا أفتيناه إن كان أفتو وني فتيا فتو يحكم أنو شيئني فليتئد هكاثة من التؤدة هكاثة هذا ورصدو سوغا فإن أمير المؤمنين قادم عليكم أميرك مؤمنين تايدين سوغا لها يو إيمان هي حج كي كعبادة فبه فأتم أساق قد يدا سقا أمير دين إيه مسلمين تنخايف بلغوحو يدين فتو ودراع تايدين يتوجيه قال فقدم عمر باصوغ لو كعبد يمد فذكرت ذلك له ان اشهد ابو موسى وحول هؤلاء ان النبي محمد يفض غدا ومد فضونه يبقى لو قبسوا جوجي لي ان جوجي ما تسوك دز عمر فذكرت له ذلك هوش ان اشهد سنه النبي سيده هيت يا هوش سو غادي بو ربا انو بسد عمر مركو وا دوده وحول فقال عمر وحول ان اخذ بكتاب الله كتاب كلها دان قبسن ابو موسى وان كتابه كلها بحنو فان كتاب الله يامر بالتمام كتابك ربي وحفرها يا لما يستر نينك حج بالله حج الى لما يستر انه سنكبح كريم
نينك عمره نيست عمره انو سن بدلي كرين واتم الحج ها والعمره لله اتمام بو الله شيغي مركا انت الحج سو خيرتو حجك اد بدليست عمره وبدليس واحد خلافتن تهي ظاهر الكتاب عمر سال سبيل ايه ناخذ بكتاب الله فان كتاب الله يامر باتمام الحج والعمره وان ناخذ بسنه رسول الله هذا النبي محمد سيدو سمي ان قبسني سنه سنه فان رسول الله رسولك اله صلى الله عليه وسلم لم يحل حجك كما حلال من كما نبحن حتى بلغ الهدي محله الى هدي اوقور يوم النحر النبي اوقاري او تضوى بقول كالات اوقور عليه قور عم حلال من نبي محمد حجك سوى ما يستر القران كما ما يستر بو شيخ هاوشن كب انتهت بلوضه كان لبرق اسار حقيت نقد داي عمر دانا طيب انا بمين حديثك عمره لا قر لي لكن وامير وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن نوتبي حديثك حدثنا ابي اباي بايو الرمي وهدي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعب الحجاج في هذا الاسناد نحوه يعني وحو الربين ولذلك معاذ بن معاذ يوح متابعين يا غندر بمتابعي عن شعبه طيب حديث كذا نصومر لمده اما كدو وحدثنا محمد المثنى ابو موسى البصري حدثنا عبد الرحمن يعني المهدي حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عفوا عن قيس بن مسلم هذا نصومر قيس بن مسلم الجدلي مركز سفيان باسوح وهذا متابعين يا شعبه غندر ايوه معادنا وحيسكم متابعين في شعبه يسكم متابعين اسال شعبنا عن قيس بن مسلم وحام متابعي سفيان الثوري عن طارق بن الشهاب أنا بموسى الأشعري قال قدمت على رسول الله رسولك لمن أصوه قال أنا يمن كيمت وهو منيخ أسوه الدقن بالبطحاء ماشي الدح ذا أهيد أما قالها وادي أهيد ما كدوش يا ذا أهيد قلت وحاني عفوا فقال وحوري بما أهللت محاط صوحرتي أبي موسى محاط صوحرتي من النبي قلت قلت أهللت بإهلال النبي قلت وحان صوحرتي إهلالا بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد صمريني قال هل سقت من هدي هذا كان كفا فاسن واحد يميل وضاه وتصوك حيصد بناك كراتيمت قلت لا ما ينبع الله قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل كعبة كل ضواف وضواف العمر الله يمو كدبنا سعي بين الصفا والمروة السماء كدب انتمها قابسوا أما حيرو حلالو فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي وحانو تقهوين تلك يعني ولا شيء محرم بيو أهي ربني قيسوي فمشطتني وايش ليسي وغسلت راسي مدحينا وامي دي هران الروايه هو وحان سو مري ففلت راسي مدح هذا ان لغو هاجيو او قشنك لغا سارو او لغو فيرا فليغا وا لا يرادا ان جير ان لغا بارنا وا لا يرادا فلي لبد وا نقدا ان نظافه اهان يا هاجين اهان فليغا وا لا يرادا مركا عيانك لغا غرين وا لا يرادا كل مركا سياق يا ميشد مريسن باد كو حساب زونو باد ان اسكيل ليس لو باهان ياي يا يقف كاتها يعد أتكه الله يسوين أتكفير صوت فما شطتني وغسلت رأسي سمعت وإن فردي وين مضح يقدق ذي برهران الحسوي يدي ففلت رأسي مركة واسكم على الله بدو فكنت أفتي الناس ذات كان أفت وانجري بذلك أرنك أسقى إن حج لو بدلي كرو في أشهر الحج عمره لو بدلي كرو عمره مكة لقى حلال لبنا هذانا ما لك سيدي امه مركي حجك خيرن يس الله خيرن كرو او متمتع ساعات كن نكون كرت ادو قران سوخدي ان تبدلي كرت ادو حج مفرد سوخدي ان تبدلي كرت ادو عمر سوخدي ان تبدلي كرت او عاشبه لغا بدلي واد غرنيس في اماره ابي بكر ده سوق سنن كوا وا الى شدا هدا كور ما ان بد ان شيغي لغا ما حفظني ابو بكر الصديق انه خالف سنه من سنن الرسول ولو اجتهادا لما هي وإمارة عمر إمارة زمنك عمر هي زمنك أبو بكر أساسا فتوين جنب قال أي فتوين محادم بي وادم بي فإني لقائم بالموسم أنا تاغن حجك يمشي لو حجنا إذ جاءني رجل نبأيمت فقال وحوري إنك لا تدري ما أجد ما أحدث أمير المؤمنين مؤمنين ملاحظوا دي أما ملحوين وحو كسو كرية في شأن النسك في شأن الحج حجك أرميس فقلت أيها الناس وحال من كان أفتيناه بشيء إن كان حفظه أن فليتئ ذاك أتسدو فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم عمر باصوص عضو هوشا كهل الدون أسقى السقى فبه فأتم أسقى قد يضوء كحدا
عملك نصاك كقاط صلى أمير. فلما قدم أمرك صوق قلت يا أمير المؤمنين وفي رسالة من أذكياء وعقلاء العرب والمسلمين أبو موسى الأشعري وحربا برشد إنه دتشيو ما أحد أنقصك عنين مثلا وحقيت جسته ملحوينا يلبسك كبهرة هاي ردوا كده يا عمر ولدوا ده هي لكن بلشدي وإنه يلاده أنا ما دام أن شعبك كم بده هاي أميرك وأمير يسقى هو شو ده يسقى أنا كقاط حكمك أنا يسقى أنا هوس حكلي هو صدم بيننا أنا عمرنا وصدم بيننا أبو إدمان الله من لكن بلشدي وإنه يلاده ما أحد إن كان مرقاطة علوم دينا دين كنا إيه كسوق على الله يا ضد مسلمين أهل خير وأولياء إله على الله يا فجرية الزنادقية ما لحد لقى ما الله حكم قب صدي. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسق محيا وحنا كسو درت كسو بيرسي أعماشي يدقن كحجك يا هوليس. قال عمر حوري نأخذ بكتاب الله فإن الله قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله عمر رضي حجك آدني ستند باللودين إلهي لما يسترها كبحين ربي يلي عمر محلوك جوابها يا رسولك اللي قلت سودتي آيات دا آخرنا يسو أياه فسري مركم ما ديقى النبي كأقوم بدن عمرو سيل لي دهي مسمى النبي آيات دا خلافي بال لي دهي لبقودو خطرا كسوك يسي كان نقوي أوش آياتا نبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي قلت سودتي إيه جابر وحيري وهو ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله من محمد القرآن كله قد جنوي قرنا يا معاني سين مرح الله دجا هاي يا نلسع النبي بن هرسين هوس كيسة نبي فسري باب يري هل بدلو مركا آيات ضوء أسك قرآن إنسان لغوف فسر عمره معي تاو وإن أخذ بسنة رسول بسنة النبي نهضان قدرنا عليه الصلاة والسلام فإن النبي لم يحل حتى نرى نحر الهدية نبيه حد كيسي قدام بيهي موسى حلاله بن حد كب الله موسى كبح إله وهدي قورعي محلقه يرتازنا نبيه كجاوم عيري لولا أني سقت الهدية لا حللت حافظك حوري عمر نبيه أجوابي فتح باري نبيه نبيه محوري لولا أني سقت الهدية لا حللت كما حللتم هدانا هدي وذي لهين صحابه يسادو حلاله وذين بأنه حلاله بلها ما نعبد النبي كل شيء سيد عمر روحه جس النبي محمد باه حدك الصوح ده أن كبح النبي محوج بحواي لأجل قيام مانع به إلا جرتوه سوق الهدي طيب آيات نهورنا محلقة جوابي وأتم الحج والعمرة لله وحلقة وضع هي صدح رقابة إفراد يتمتع يو قران بوايدين بنايها بحلقة وضع ننكي انتو حج نيست عمره وبدلي هدنا هدو حج كلا حدا وارد ما يسترعي نبي قاينا ما يسترتها كفة سرعي ولبا الشيغان انو اسق وفد البدن ياهي لو استقبلت من امر المسد برتو هي ما سقت الهدية هدي مصوك حيينا متمتع بان نقول لها نبي قمك قارن بو اسقو هدي بان ادي ذي مركة حجد قائمة ما الحجة وحي قائمة اطهي لابي موسى الاشعري على عمر. وحدثني إسان منصور الكوزي وعبد الحميد الكسي الحافظ قال أخبرنا جعفر بن عون المخزومي أخبرنا أبو عميس الهذلي واسمه عتب بن عبد الله بن ليدا عن قيس بن مسلم الجدلي هذا نمرك نك ليدا أبو عميس وهم متابعين إياه وذات كيها وذات ده وهم متابعين إياه سفيان إيو شعبة سفيان إيو شعبة يعني يودن بي عن قيس مسلم الجدري عن ضارب بن شهاب البجلي عن ابي موسى الاشعري قال كان رسول الله رسولك لو حوها بعثني من الدرى اليمن يمن بن ابي الدرى قال حرف وافقت نبي ان كسو بيغمس ونقد كي دنبه في العام الذي حج فيه سنه النبي حجي بان كسو بيغمس ونقد كي فقال يا رسول الله رسولك لو حيغو يري يا ابا موسى كيف قلت حين احرمت ستري محني ستي مركا حج خلنيسي قلت نبي الله وحارب لبيك نبي قال وحول قلت وحان نبي الله لبيك إهلالا كإله النبي الله وحان كوكسو عجيبي حج لميد حج النبي محمد وكلاء حج لميد حج النبي محمد يا يعني الله كوكسو عجيبان صعر النبي الله قال وحول هل سقت هديا ولم يطوك عيسود ودا قلت لا قال فانطلق دقاق جوج وركاس
وهذا ولا قدم بي حكم كذا مليه أنا قاعد أسكله وإله إنه وحيودي ما الفريس فانطلق دقاق بل هالكبح كعبدك صوت ضواف فضف بالبيت وبين سوا والمروة ثم أحلا فورد كعبدك ضواف للعمرة ضواف القدوم لا يمو سعي السامي كدي من حلالو محلو حلال بهدي تمام والله قابس دام الله حيره ثم ساق وحوك حي أبو عميس الحديث حديث كبو كعي بمثل حديث شعبة وسفيان حديث شعبة وسفيان وكلا أيو الدريري وحدثنا محمد مثنى والبشار بن الدار قال ابن مثنى وحور حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعبة الحجاج عن الحكم بن عتيبة الفقيه عن عمارة ابن عمير التيمي عن إبراهيم ابن أبي موسى الأشعري ويقولك يا رأي نبي إبراهيم نبي أبحي عليه الصلاة والسلام أبو موسى مكو يقولك مدينة أقول الشيء صغير ونبي أكياني نبي قال تمير أفكو أمر مريي وندعي وسماه إبراهيم ودعا له أسوى يورو مرك ولي أن هنا قادم ونبي قيري عليه الصلاة والسلام له رؤية وليس له رواية نبي هو أركي لكن رواية ما لها حكم وري عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى أبي وحكورنا يا دي أنه كان يفتي بالمطعة وحفت ونشري أبي موسى الأشعري يفتي بالمطعة أي متعة الحج وحلقها هو متعة الحج وام حي إلا سيه هرمريه عمرأة سيه هرمرسوته كدبنا مركات كحلالو ده آثك تمالميه حجك وتكدبنا حرات صغطة أيشان سميد أرك بالمطعة وام حي التمتع بوجده طيب وفتوان جري فقال له رجل وحكيري رويدك بعد فتياك وركك فضوى قاركت فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعده ما أقول وحكسوا بيريي أمير المؤمنين تقداشا حجك أعماشيس اجتهاد وهي حتى لقيه بعد إلى أولاك المي فسأله مركز ويدي فقال عمر وحيري قد علمت وان أقهي وان أقاذي أن النبي قد فعله إنه نبي السمي تمطع السمي نبي قال السمي مصوى أمري هو أمري ساسوي وحا أضوه أض أمر تدن سمين أنا سمي وران كرتا على ودي وضضا وحارد السي مويك باكي ميدين كاركا سوى بدل وطوه الشيء وحوضا ما علاقه وضا تاوهورا وحيا اللي دين حقيا يسوي إجتاقي أمر خب بحيوي قولي أنا رسال له ماذا أجيستاك محاد بحسي أما العكتات بحسي أما النقشدين تالي أما أمرك لقول رسال بحسي مسايدك أنا رسال له هل لفنا ماذا نجيدين لكن إن العكتات حقوق الرسال أما ما أملك سيدة كنت تالي غيابة يعني ساس أجد السحابي قد علمت وان وحان أغادي بلون أغاي أن النبي قد فعله إنه التمتع السمائية وصحابة بلنقود وفري يو أصحاب النبي أصحاب تسائي السمائية ولكن نصي شيء سنة خلافة إجماع هي كريتو وحانك هذي أنجب سذي أن يظلوا إنا إنه هذان مسلمين تأمر رجو معرسينك وأقل مذبهين الضمرك في الأراك هذا يجمله سأراك يعني ملي الدرن هو ذايد ونمر أودويد هذا وما ما كجيت كميال وحن بنات هذا تطلع عليه ولا تطلع عليه مويين وضع كتير لكن واجور هود بيعت شمق بيعت ماشي مسك وين نمر أكويال هود بيعنجرتي جيدان عليا هم كقرطان بن آدم وقبيح شري نينك مركز دن جودان هاي ينو مالو استعجوا إسلام تي هل كسل هذا شري مركز وحوله هاي ولكن كريت وحان كوضي بوري أن يظلوا إنا ينقضان معرسينا كوا أروز قلي بهن ندم مركز الله أروز قلي في العراق كين تا يهود كعضي قا ثم يروحون يسوع الرابان في الحج رورتي حج ودقاقان تقطر رؤوسهم يقو مدحوا قبل عليه بيه كده أيوه بيه كقبيسين جنابة كقبيسين كده يس إلى إيش كده ويان قال ما ذي إيوه السارة ما كبقايا هم حد كأي السارة وهو في أودي سيدنا مالك بن أنس أبو عبد الله لما دار الهجرة وعيري بشر الله ما كله رم أيوه لحد الشوال اللي قدر شيء وبدع عيري شوال ورطة ثم أتبع ستة من شوال قبض ديدي ورطة روايتك أقولها لقاي وحوي وأنا أقولها لكن هل قفقي بيشوال لباتن كان دمبي شيء تمام كان دمبه لقى صوم لكن ساد عيد الله وصل نقد أررت كل حك تبعت أنا شوال بن بالله بهاي رمضان وحد كل شيء نيسان إيه شوال بس كل شيء نيسان واجد من عامض وحق قضاء إسا لحظة بريني واجب طيب عامض وقضاء ثم إذا أرك بور الصلاة ما كلا تقول واجب كصنا إن لقى 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 دمبي سيو أولود حيسية هكذا لود حيسية أما وردية أما إستاء أما الأضرقة
وإن واجبك يا فرضك يا لك الصوع سنوينك لك الفقيه سيدنا عمر مركو حكبقها هيا إلى يسساران الحاج المكي وكلاوشا النقط وذلك باكستان وركيس ماشو كسب بودو مركب من باب سد رايع أيوة كوذا. طيب حديث كما كان بمسلم الأشعري وبخاري مسلم وريان وكذلك النسائي وكذلك النسائي باب جواز التمتع هو باب هاي تمتع بالبناية والله سبحانه وتعالى أعلم.